بسم الله الرحمن الرحيم. شفتوا حلقة النهاردة؟ حلقة النهاردة يعني حاجة جديدة من نوعها تماما. هي بتقول ان الانسان مش حاجة واحدة، الانسان مكون من خمس حاجات: جسد ونفس وعقل وقلب وروح. والحلقة دي بتقول كل واحد من دول عبارة عن حاجة، مكون من حاجة، وعاء لحاجة، بيتحط فيه حاجة يعني، وبيغذى بحاجة. ولو الخمسة اشتغلوا مع بعض يحصل تناغم عجيب. الجسد، بفكركم بس، الجسد وعاء ايه؟ وعاء النشاط والحركة. يتغذى بايه؟ يتغذى بالرياضة وبالعمل. طيب العقل، العقل وعاء ايه؟ الفهم والإدراك. يتغذى بايه؟ بالقراية وبالتعلم المستمر وبالتفكر والتأمل. طيب النفس وعاء ايه؟ النفس وعاء الإرادة، التقوى والفجور، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. تتغذى بإيه؟ تتغذى بالمجاهدة، وإنك تقعد تجاهد فيها في بعض الحاجات لغاية ما تبقى هو ده غذائها. القلب وعاء إيه؟ وعاء الفهم مع الوجد، خلطة العقل مع القلب تطلع قرار صحيح، المصلحة مع المبادئ والقيم تقوم طالع قرار زي الفل. القلب بقى دون يتغذى بإيه؟ يتغذى بالحب، ما تتعلمش إنك تكره الناس، ويتغذى بحاجة تانية، يتغذى بذكر الله. يفضل حاجة الروح إيه؟ وعاء الصلة بالله. وتتغذى بإيه؟ تتغذى، ابعت روحك لربنا في رمضان سجدة بخشوع حب لله. خمس حاجات منظومة التناغم الإنساني. الخمسة دول لو اشتغلوا مع بعض والله العظيم هتطلع إنسان مبدع. جرب بس، مبدع، إنسان إنجازك غير عادي، متألق كده، مش من البشر اللي احنا بنشوفهم. تغلط طبعا وكل حاجة، بس الكواليتي بتاعتك حاجة تانية. منجز، منتج، متعايش، ناجح، قوي، رحيم، مبسوط، سعيد. جرب تعيش بالخمسة دول وشوف هتسعد قد ايه. والخمسة يشتغلوا مع بعض زي سيمفونية. ممكن تجرب وتبعت لنا على هاشتاج تجديد رأيك ايه، عشان نعمل دراسة، لان دي ممكن تكون فكرة عالمية ازاي نعيش بالخمسة دول، لان لا الغرب ولا الشرق عارف يشغل الخمسة مع بعض. ده مقترح جديد من الفكر الاسلامي، بس محتاج يتجرب عشان نقدر نقول عليه نظرية نقدمها للعالم. ممكن تساعدونا وتدخلوا على هاشتاج تجديد وتبدأوا تجربوا الخمسة مع بعض، وكمان تقروا الكتاب دون لو حبيتم، الإيمان والعصر. كل برنامج رمضان اتحول لكتاب فيه الأفكار الأساسية بتاعت البرنامج بما فيهم الفكرة دي. اقروا الكتاب وجربوا وادخلوا على هاشتاج تجديد، وأنا معاكم كل يوم، وإن شاء الله نكون الجيل اللي النبي قصده لما قال ربنا هيبعت اللي يجدد للأمة دي أمر دينها. شكراً، السلام عليكم ورحمة الله. عايزين تشوفوا فيديوهات أكتر، ادخلوا على قناتي على اليوتيوب، اعملوا سبسكرايب لقناة عمرو خالد على اليوتيوب وشوفوا فيديوهات أكتر.